السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة اشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات لكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. نبدأ مع قناة الهداف الجزائرية. قناة الهداف الجزائرية كانوا بيعلقوا في أحد البرامج على أزمة عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف ومرتضى منصور. هي مش أزمة وفاق سطيف ولا الزمالك، هي تجاوز مرتضى منصور في حق عبد الحكيم سرار، وصفه بأنه سمسار. يعني على الرغم ان عبد الحكيم سرار قال لي انا عايز حد مباشر من نادي الزمالك، مش عايز سماسره، لكن هو مرتضى مصر يقول لك سمسار. طب عايز لو سمسار كان دخل حد من بره يلف ويشاركه من بره بره يعني. لكن الصحفيين اللي كانوا موجودين في والنقاد اللي كانوا موجودين في البرنامج اتكلموا عن نادي الزمالك نادي كبير، نادي عريق، عيب لما يقود واحد زي مرتضى منصور، راجل كبير لكن اسلوبه وطريقته كلها هجوم وتجاوز. وعبد الحكيم سرار لقنه درس قاسي في الادب بمنتهى الادب، وقال ان مرتضى منصور لو عنده كرامه يتنحى عن رئاسه نادي الزمالك ويسيب رئاسه نادي الزمالك لرموز نادي الزمالك او اساطير نادي الزمالك اللي هم احق باداره نادي الزمالك بالشكل اللي يليق. يعني كان كم من كام يوم خالد الكرب تقريبا نجم منتخب تونس كان في احد البرامج، كان بيتكلم في اذاعه اي اف ام التونسيه، كان بيتكلم وبيقول مرتضى منصور شخص قليل الادب وتجاوز وي وي وي، ده الكلام على عوده اللاعب السابق التونسي. يعني الجزائر، تونس، في كل مكان، ومصر، كل مكان عارفين مرتضى منصور. مرتضى منصور كالعاده بيشوق ولا يدوق، يعني يفضل يشوه يعمل سسبنس، في فيديوهات وهنزلها وهعملها ومش عايز اتكلم، يحكي كل حاجه، ده اذا كان موجود اساسا يقول كل حاجه، وكل ده موثق بالفيديوهات، بس انا ما رضيتش عشان الشارع ما يشتعلش. طب ما انت حكيت اذا كان في فيديوهات يعني بتحتوي على اللي انت قلته، فانت حكيت. هو لو الشارع هيشتعل بكلامه كان اشتعل من زمان، لكن الشارع عارف انت بتقول ايه ومين اللي بيقول، يعني قبل الكلام اللي بيتقال مين اللي بيقول هذا الكلام يعني. فدائما وابدا عندي حاجات لو قلتها يا قاضي والقضاء والقضاء وفمي في فمي حياه مش هتكلم. طب ما انت اتكلمت خلاص. فالمهم ان هو من خلال صفحته على تويتر وفيسبوك، صفحته على السوشيال ميديا، قال لك ايه؟ بعد قليل وبعد نفاذ الصبر ننشر الفيديو الممنوع. متحس انه ممنوع فين؟ زي بالافلام القديمة، الأفلام الممنوعة، أفلام ممنوعة من العرض، فأنت يعني كلنا عارفين ليه يعني. بعد قليل وبعد نفاذ الصبر ننشر الفيديو الممنوع المصور من مقر الاتحاد يتضمن تفاصيل المؤامرة كاملة. تخيل يا صديقي إن هذه الجملة أو هذه الفقرة عن لسان رئيس نادي اللي بيقول لك بعد قليل وبعد نفاذ الصبر ننشر الفيديو الممنوع المصور في مقر الاتحاد كله يتضمن تفاصيل المؤامرة كاملة. انت ممكن كده ممكن الفيديو الممنوع ده يجي في دماغك، والمصور يجي في دماغك حاجات تانية يعني بعيدا عن كرة القدم. يعني ده طريقة خطاب رئيس نادي، الفيديو الممنوع والحق وشاهد قبل الحذف ولا مش عارف ايه. طيب هنذيع وهنعمل ولا ايه يا عم الحاجة؟ نفضل في فقرة شوق ولا الدواء دي كتير؟ هنفضل كتير، لانه بعدها راح حذف المنشور ده، وبعدين هيطلع بيقول لك الوزير كلمني ولا الوزير كلمه، الوزير كان طالع امبارح بيتكلم مالناش علاقه، احنا بنتدخل في حل الازمات، لكن احنا لما اتحاد الكوره يقوم بمهامه ومسؤولياته والاداره اي كل اداره يعني، لكن رحت للوزير ورميت له الاستغاء، قال لي لا مرتضى وتحال عليا اقعد بس عشان خاطرنا، هوب وانا ما يلزمنيش انا عندي قوه المستغني، والفيديو هنشره يا جماعه. وامبارح قام عمل رش طقم حنيه على اتحاد الكوره اللي هو مشهور، و بركات وهاب الكوم اللي هنجيله دلوقتي، يعني هاب الكوم عضو اتحاد الكوره بيطلع لي بالليل في برنامج يطلع اشاعات على النادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم، قال لك بعد قليل بعد نفاذ الصبر ننشر الفيديو الممنوع المصور من مقر الاتحاد يتضمن تفاصيل المؤامره كامله، ننتظر ننتظر كتير، لان زي ما بقول لحضراتكم الفيديو او المنشور ده تم حذفه يعني من على صفحه مرتضى منصور كالعاده يعني، ولا في اي حاجه. كابتن مدحت شلبي طبعا
اللي فاهم كوره وعارف كوره كابتن مدحت شلبي، مع احترامي ليه اقعد بقى يا عم مدحت، اقعد كده استجم وروق نفسك يا عم، ربنا يديك الصحه يا عم، اهو في حاجه بندعي لك اهو بتمام الصحه يا عم الحاج، اللهم امين عافينا جميعا يا رب. بيقول لك فريق سياتل ساوندرز الامريكي اللي هيلعبوا النادي الاهلي بكره، المباراه هتكون الساعه 7 مساء، الساعة 7 مساء، والساعة 4:30 مباراة الهلال والوداد المغربي. كل التوفيق للفريقين إن شاء الله، الأفضل هو ومن يستحق هو اللي يفوز يعني، وكل التوفيق للنادي الأهلي طبعا في مواجهة سياتل الأمريكي. فمدحت شلبي بيقول لك فريق على قده يعني، إزاي وصل لبطولة كأس العالم؟ طبعا بيحاول يثبت، لكن عندنا مدرب ولاعيبة فاهمة ما بناكلش من أول، جمهور عارف ده، الجمهور دخل وبحث وشاف، وزيك عبد الفتاح عمال يتكلم لا في باص زيزو عادي، ده فريق دخل، فكرني بمرتضى منصور، ده فرق زي مركز الشباب بذمتك يا مدحت، عيب عيب. كابتن احمد حسن بيقول لك ايه، خناقه شغاله وصوت عالي وفرد على احمد حسن السار وفرد عضلات، وكل طرف عايز يثبت انه صح، وخبير هنا في صف النادي وخبير تاني في صف اتحاد الكوره. طيب السؤال الاهم، ذنب اللاعبين الثلاثه ايه ومصيرهم ايه؟ هل العوده لانديتهم ولا الجلوس بالبيت؟ ده اللي المفروض نعرفه، واللي عنده حل يا ريت يعرفنا يعني، هيقعدوا في البيت مش هيلعبوا ولا هيرجعهم يلعبوا؟ فين طالما الزمالك مش هيقيد يبقى اللعيبه كده، تخيل نادي الزمالك اشترى بخمسة اشترى شبانه ب 5 مليون، وكان اداء عرب مليون لسموحه، وبعد كده رجع ودفع المليون الى جانب دفع الرواتب اللي دفعها سموحه للاعب، دخلوا في حوالي مثلا 3 مليون، 3 مليون الى جانب الخمسه من وقت ما اشترى 8 مليون، والزمالك الواد ده ما لعبش دقيقتين في نادي الزمالك، غير الصفقه ام 20 بتاعت ناصر منسي، غير الصفقه اللي جابها ايضا اللاعب اللي كان عايز يسجله اللاعب احمد بالحاج لاعب اسوان 4 مليون ونص، الى جانب لو الصفقه تمت كلها ادي 18 مليون جنيه. وسؤال احمد حسن بيقول لك اللعيبه دي ذنبها ايه؟ ذنبها يا استاذ احمد زي نص الفقره اللي بيقولوها دايما، عدم علمك او جهلك بالقانون لا يمنع العقوبه، كونك ان انت ما تعرفش ان القانون بيعاقب ما يعفكش من المسؤوليه. ناس عارفه ان في رئيس نادي عامل ازمات مع طوب الارض ولاعيبه كتير اشتكت، لما تروح لازم يتنابوا ويناموا الصبح عشان ما احسنش الاختيار، ما احسنش مع مين بيتعامل، ما اختارش صح، ما عندوش خبره، لازم يتحاسب يا عم. وانت بتطلع لي اللعيبه ابرياء ليه يعني؟ عارفين رايحين عند مين؟ عند مرتضى منصور، وعارفين مرتضى منصور واللعيبه وازماته ومشاكل. طارق حامد مشي ازاي؟ وجبل مشي ازاي؟ اللعيبه كلها مشيت ازاي؟ مشوا ازاي؟ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد الكره المصري بيقول لك راح اسبانيا، اسبانيا ليه؟ قال لك عشان يتعاقد مع خبير تحكيمي خلفا لمارك كلاتنبرج، بيقول لك خبير تحكيمي هيكون من اسبانيا، سننتظر وسنرى. الزمالك بيقول لك هربان عشان ما يقابلش مرتضى منصور، ومرتضى ما يدلوش الفلوس وما يدفعش، ويدفع ايه بقى؟ ما المولد انفض، لازم يدفع قبل الساعه 12 في اخر يوم من غلط باب القيد، ما دفعش الساعه 12 بالليل عدل ودخلنا في يوم 11 خلاص. ما عادش ينفع، لو جبت له ال 15 مليون كاش هيقول لك بح بخ، ما حدش يجرؤ في اتحاد الكره يعملها. قرر الجهاز الفني لفريق ابو كره الزمالك بنادي الزمالك قياده اسامه نبيه، قال لك ايه؟ بقياده اسامه نبيه. ده فين فيريرا؟ فيريرا لسه صامت قامت منتظر الزمالك يجيب له الاثنين المساعدين، رغم ان مرتضى منصور اعلن عودته. شوف بقى الكابتن ايهاب الكومي اللي المفروض عضو في اتحاد الكره المصري، المفروض واقف على مسافه واحده من كل الانديه، يطلع مره في مباراه الزمالك والداخليه يقول لك هدف الداخليه تسلل، وهو عضو اتحاد الكوره، ويطلع يهاجم التحكيم وكلاتنبرج، وبعد ما كلاتنبرج مشي قال لك لا كان في تطور في التحكيم. هنا قال لك انا طلعت هنا كوني اعلامي بنتقد الوضع الرياضي، لكن طلعت هنا كوني عضو في اتحاد الكوره، يعني طلعت كاعلامي هاجمت التحكيم، وطلعت في اتحاد الكوره تدافع عن مارك كلاتنبرج والتجربه، وقلت ما خدش وقت وكان في انجازات وبتاع. قال ايه الناس دي؟ نتعامل مع مين؟ طب ما اجر زاعه تقول ضربتين، ابقى انا ضربت مين؟ ضربت قابل كومي المذيع ولا ضربت قابل كومي بتاع اتحاد الكوره؟ اصلها تختلف، لو انا في اتحاد الكوره يبقى الدنيا ممكن تتكيف بامر ثاني، لو انت مذيع تتكيف بامر يا جدعان، احنا هنلعب هنضحك على بعض. بيقول لك ايه؟ هناك قرار، ده ايهاب الكومي عضو اتحاد الكوره، بيقول لك هناك قرار غير معلن بتجميد البرازيلي برونو سابيو بعد ما علمت الاداره ان اللاعب قد تسبب في ازمه في استخدام مواطنه جوستافو سوزا، بعد ما اكد للامور في مصر غير مستقره بشان المرتبات بالنسبه للاعبين الاجانب، وهو ده اللي خلى جوستافو يتراجع عن اتمام تعاقده. يا راجل جوستافو قلنا ان كان بيبالغ في طلباته، وساعه قال لك اللي غرفه الملابس هتنهار ويبقى في كلام. ده ايهاب الكومي العضو في اتحاد الكوره طالع يسرب يضرب اخبار علشان النادي الاهلي، وانه يحصل ازمات في النادي الاهلي بالظبط. الدرديري على قصه ايهاب الكومي واللي قاله صبحي عبد السلام الزمالكاوي فيما يخص سابي والاهلي جمده
ومش هيلعبه وهيديله المرتب بتاعه ولحد نهاية الموسم. فالأخ الدرديري صدق وقال لك أه ليه ده، حتى لمسته حلوة ومش بيفكر مرتين. بيتكلم على سافي ونشر صورة سافي، عملوا فيلم وحدوته وبدأوا يردوا ويغنوا على بعض ويقلشوا. ده انت فكرتنا المحببة يا كابتن، انت اسمك ايه؟ الكابتن الدردير. بالنسبة لمدرب فريق سياتل ساوندرز الامريكي، قالك الاهلي فريق هجومي قوي للغاية وبيعتمد على كثرة لاعبيه في منطقة الجزاء، يعني بيضغط من الامام وفريق هجومي. ان قالك كما ان يعني الاظهرة بتاعته جيدة سواء محمد هاني او علي معلول، وفريق مبدع وديناميكي وبيحب، وهو قال لك انا بحب اللاعب رقم 15 بالنسبه لاليو ديانج، يعني مدح في اليو ديانج وقال لك بيتمتع بالجوده ولعيب خط وسط رائع. ده كلام المدير الفني لنادي سياتل الامريكي. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله غدا باذن رب العالمين. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.